انا اسفه جدا يا فندم. جرى ايه يا بنت؟ مش تحاسبي تفتحي عينكي؟ انا اسفه جدا هغير لحضرتك. اسفه ايه وزفتي ايه؟ انا اسفه جدا هغير لحضرتك كل حاجه. يلا شيلي المفرش ده ونضفي الترابيزه. حاضر يا فندم. انا اسفه جدا اسفه جدا لحضرتك. معلش عندي. انا مش فاهم الجرابيع اللي سجلوا بيجيبوهم منين. اعملي لي واحده قهوه مظبوط تاني. في ايه؟ القهوة اتدلقت على المفرش بتاع الراجل ده، روحي غيريه له وقدمي له واحدة تانية بدل اللي اتدلقت، عقبال ما هنطف هدومي واجي لك على طول. اوكي. ما تهلا يا مجد تشوفي شغلك، ولا تفضلي راكنة هنا طول النهار. حاضر. يلا يا أختي يلا. ما تجيني رايحة أهو، الله. لا ابدا، اصل شفتك داخله الحمام قلت اطمن عليكي. هو ايه اللي حصل؟ ابدا، وانا بحط الاكل للزبون بس اتدلقت على الترابيزه وانا شايله المفرش بقعت بيه نفسي من غير ما اخد بالي. ولا يهمك، قال دلقوا القهوه من عماهم قالوا الخير جاهم. وريني كده. ما قلت لك انا اللي هنضفها بنفسي. لا 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 لا، لازم اشوف بنفسي. بقول لك اوعى ايدك وتلم كده بدل ما المك. يا بت انت يا بت، انت هتفضل دماغك ناشفه لحد امتى؟ يا بت فتحي مخك معايا يا بت، وكفايه تقل بقى. بقول لك سيب ايدي. انا دماغك يا بت وبصيتك على اخر يا بت. سيب ايدي بدل ما صوت طالب عليك خلق الله. يا بت انت بت، انت هتعملي فيها الحضره الشريفه ولا ايه؟ الحضره الشريفه غصب عنك وعن اللي جابوك يا كلب يا ابن الكلب. يا فرحتي بيكم انتم رجاله، انتم شويه تيوس عمال اعلف وزغط فيكم وانتم ولا هنا. شويه عيال زي دول شغالين عند المعلمه يرجعوكم افاكم يا مرعش. شرف امي ما حاسبهم يا باشا. الواد ده اسمه ايه؟ انا سمعت ان بينادوه بيقولوا له حربي. حربي؟ ماشي. انا بقى مجهز الرجاله وهروح اخلص عليهم. لا 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 لا، مالكش انت دعوه بالموضوع ده خالص. احنا قدامنا عملية كبيرة ومهمة ولازم تخلص كويس. مش عاوز قلق ولا شوشرة، فاهم؟ ولما تخلص إن شاء الله حساب اللي اسمه حربي والمعلمة اللي مشغلاه عندي أنا. 50 100 150 200 250، إيه ده؟ كل ده أراضي يوم واحد؟ بركة في المعلمة إن شاء الله حلت تمرينة البضاعة النهاردة. بقول لك إيه؟ إيه؟ عملت إيه في المسدس؟ خبيته في العشة في حتة أنا عن نفسي ما أعرفش أوصل لها. أفرم عليك يا بركة. الشاي المية مية الأجدع شباب في الحارة. تشكر يا كيمو. يا باشا دي الحارة كلها بتتكلم على اللي انتوا عملتوه امبارح. يا فرحتي بيكم يا أخويا، أهو انتوا كده أهل الحتة، فالحين في الراغي والحواديت وخلاص. اصبر يا زين، بكرة الكلام ده يتحول لفعل لما نعلى ونتنطط. ويبقى إن شاء الله اللي هيعلينا ونطقنا يا أخويا. مش بيقولوا العطشان يكسر القلة؟ إحنا بقى هنكسر القلة ونغرق الدنيا كمان. مش فاهمك يا صاحبي. أفهمك. مش البيت ده اللي هناك دي؟ حبيبي غزال وشارد على الشجرة مستني اللي يقطفه. ابعد ايدك عني لان انا العفاريت الزرق كلهم بيتنططوا قدامي ومش رايقة بجد بقى الغلاسة. يا بخت العفاريت اللي بتتنطط قدامك، على العموم كلها كام يوم نعلق الزينة ونقيم الأفراح ونتلم أنا وأنت في بيت واحد، وساعتها شوفيني وأنا بتمشى قدامك في الصالة وأحلامي بقى أحلامي. ده تشوف حلمة ودنك. يعني موافقة أهو. على فين يا شعر؟ انت شايف غلاسته عليها؟ اهدى يا زين، ما انت عارف ان قضايا طول عمره كده بيرمي بلح على الرايح واللي جاي. الا دعاء المره دي فيها عمر. اقعد يا زين اتك اقعد اقعد. انا مخنوق منه اكتر منك، لكن والعيش والملح والعشره اللي بينا لا هيجي اليوم اللي نخلص فيه منه القديم والجديد كله. امتى يا حربي؟ امتى؟ قريب قريب قوي كمان يا زين. كيمو وحش المطيقة. شوية شاي على مية بيضة من الحنفية بتاعتي. حجر معسل. افتح الحنفية بتاعته واغلي له الشاي. بت يعني مرق، واللي يتسطر على بت يبقى مرق. بتهلفت بتقول يا زين؟ تاخدش في بالك يا معلم قبضايا، دي نرفزت لعب. اصل زين مخلوق مني حبتين، مش هيلو تلات عشرات سخنين ورا بعض. طالما مش قد اللعب بيلعب ليه؟ في دي بقى عندك حق، وانا لسه قايل نستنى لما نبقى قد اللعب وساعتها ننزل الملعب ونلعب على تقيل قوي. يلا يا رجاله. ولا كيمو، هات حساب المشاريب على النوت. يلا زين.
يلا يا زين يلا يلا. معاك موبايل؟ اه معايا بس الكارت خلصان. طب اديني مفتاح العربية. اشمعنى يعني؟ يو يا زين ورايا مشوار اخلص. خد يا عم هتأخر. حسب انت سهيل. ده رايح فين ده؟ ولا شعرفني يا اخويا، ما تتجرى تطلع على فوق في نهارك اللي مش ناوي اعدي ده. الله. يا زين هو انت ما تشطلتش على الحديدة، هتشطل على الريش؟ مه. يعني يا اختي من ساعة ما جيتي وانت قاعدة في اوضتك وقافلة عليك الباب وحبسة نفسك. خير اللهم اجعله خير. ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة حصلت. مفيش حاجة حصلت؟ يعني ايه؟ ما تردي عادل يا بنت انت وتكلميني. هو ايه اللي ما حصلش حاجة؟ ما تفهميني ايه الموضوع حبيبتي ايه؟ أنا سبت الشغل. رفدوكي؟ بقولك أنا اللي سبت الشغل. مش هما اللي رفضوني. يعني خدتي مرتب اخر شهر والمكافاه بتاعت نهايه الخدمه؟ ما خدتش حاجه. يعني ايه ما خدتيش حاجه؟ يا نهار اسود، امال مين يا اختي هيصرف على الراجل العجوز اللي بره وعلى البيت؟ معلش ربنا كبير ما بينساش حد. ما حدش بيموت من الجوع يا مرات ابويا. عندك حق ونعمه بالله. بصي كده احسن بلا قرف. بصي يا دودو صدقيني انا محتبراكي زي ما تكوني بنت بطني واكتر كمان. وعايزه لك الصالح. يعني يا حبيبتي الست مننا ملهاش بالشغل وبهدله ومشاوير. وانتي حلوه وزي القمر بسم الله ما شاء الله. يعني تقعدي في البيت معززه مكرمه وحاجتك تيجي لغايه عندك رجل على رجل كده قاعده زي الملكه. وقبضايا طبعا هو اللي هيخليني زي الملكه مش كده؟ هو في احسن منه. بس يا مرات ابويا انسي موضوع قبضايا ده خالص، عشان هو لو اخر راجل على وش الارض دي انا مش هتجوزه. يا اختي انت متفرعانه على ايه؟ انا مش فاهمه طالعه في العلالي قوي كده ليه؟ تكونيش يا اختي مفكره نفسك السفيره عزيزه ولا ابوكي نوفل سلطان زمانه. بوسي ايدك وشه وظهر ان واحد زي قبضايا رضي يعبرك ولا يبص لك من اصله. يعني شايفه العرسان متنطورين حوالين منك يا روح امك. امي دي سيرتها ما تجيش على لسانك تاني. وكلمة واحدة كمان هسيب لكم البيت ده والم هدومي واطفش. سامعة ولا مش سامعة؟ يا حلولي تطفشي. اه ما انت طالعة الدنيا بنت عمك لما طفشت وخلت رقبتنا قد السمسمة في الحتة الدم اللي بيجري في عروقها هو اللي في عروقك. بقولك ايه، هي كلمة ورد غطاها، يا تشتغلي وتصرفي على البيت اللي لمك يا تتجوزي المعلم قبضايا. كلمة تانية مش عايزة اسمع. انت فاهمة ولا ايه؟ عجتاب يا رب خدني بقى وريحني من العيشه اللي انا عايشاها دي. يا رب انا تعبت بقى. يا رب خدني وريحني بقى. الو يا كيمو، في جديد؟ النهارده بعد ما سيادتك مشيت حصلت مشكله كبيره قوي في المستودع مع المعلمه انشراح. بين حربي وقبضايا؟ لا يا باشا، مش بين حربي وقبضايا، ده ناس كتير قوي وبعدين شكلهم مهم قوي. نزلوا من عربيات كبيره قدام المستودع وكانوا عايزين يعملوا مشكله مع المعلمه انشراح، انما ايه رجالتها وقفوا لهم وتصدوا لهم. اكيد طبعا اللي طردهم قبضايا. ها لا يا باشا، مش قبضايا، ده حربي. حربي هو اللي صدى لهم. حربي؟ هو كل مصيبه في المنطقه ينطلي فيها الواد اللي اسمه حربي ده. اسمع كيمو، انا عايزك تعرف سبب المشكله اللي حصلت بين انشراح والرجاله اللي جولها وتوافيني بالاخبار اول باول. مفهوم؟ سلام. ايه مشاكل في الشغل ولا ايه؟ هو في شغل من غير مشاكل يا بابا؟ منى انا هريح في الاوضه شويه قبل ما تحضري لي العشاء. يلا يا حمزه ميعاد نومك. 5 دقايق بابا بس. 5 دقايق. احنا اتفقنا على ايه؟ الساعه عدت 8 وانت لو ما نمتش دلوقتي هتغلبني بكره في الصحيان. يلا قول لجدو تصبح على خير واسبقني على اوضتك عبال ما اجيب لك كوبايه القهوه.
هتصبح على خير يا جد. وانت من اهله يا حبيبي، يلا تصبح على خير. حضر لك العشاء يا عم؟ لا مش دلوقتي، انا عاوزك تعملي لي كوبايه شاي بايديك الحلوين دول. الشاي مش هيخليك تعرف تنام يا عم، واكرم موصيني اكتر من مر. بقول لك ايه، اكرم في اوضته ومش لازم يعرف. يلا اعملي لي كوبايه شاي وسيبيني في اللي انا فيه. ازيك يا منى؟ ازيك؟ مساء الخير يا بابا. اهلا اهلا برئيسة التحرير واجدع صحفية في مصر. ربنا يخليك ليا، دايما كده رافع من معنوياتي. ازاي يا اكرم؟ على طول حاطط نقره من نقري. يا سلام، بقى هو اللي حاطط نقره من نقرك برضه يا ست اماني. مالك يا منى؟ داخلة فيها شمال كده ليه؟ اسمعي يا اماني، مش عشان اكرم اخوكي تعملي له قلق ومشاكل في شغله. واضح ان هو حكى لك على كل حاجه. امال هو فين؟ جوه. احسن برضه. اسمعي يا اماني، هو ما رضاش يكلم رئيس التحرير بتاعتك عشان مش عايز يدورك في شغلك، فيا ريت يبقى عندك دم وتبطلي شغل العيال بتاعك ده. بصي يا منى، انا عارفه ان دماغك ناشفه ولو دخلنا في حوار هتقلب بخناقه، وانا بصراحه مش عايزه اتخانق. انا عايزه اتعشى، عندكم عشاء جوه؟ اديني داخله اجهزه. بس اعملي حسابك، اكرم مش هيعمل ليكي بعد كده خاطر، لا ليكي ولا لاي حد. خلاص يا منى، كفايه كده، ادخلي اعملي لي كوبايه الشاي. هنايم حمزه وبعدين بعمل الشاي. يا ساتر، انا مش عارفه.